السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس النهاردة من تطبيق الواتساب. هتعرف ازاي ان حسابك على الواتساب مخترق ام لا؟ تابع معايا الشرح. هنخش على تطبيق الواتساب، هندوس على الثلاث نقط اللي فوق دول، هنختار الاعدادات، ثم هنختار الحساب، وهنختار طلب معلومات الحساب. لو ظهر لك تنزيل التقرير يبقى انت كده حسابك سليم مش مخترق. اما بقى لو ظهر لك نقل التقارير يبقى انت كده حسابك فعلا مخترق. ولو ظهر لك تم ارسال الطلب يبقى انت فعلا حسابك كده مخترق.